السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. تفضل. الزوجة رافعة قضية خلع عن الزوج ومش عايزة تعلمه برفع القضية المضار هتقع عليها إلا بعد ما تاخد حكم في الخلع، هل كده فيه شيء ولا لا؟ أعد السؤال. زوجة رافعة قضية خلع على زوجها، زوجة رافعة قضية خلع على زوجها. وطلبت من المحامي إن ما يعلنش الزوج لغاية ما تنتهي القضية لرفع المضار، في مضار هتقع عليها لو عرف قبل ما القضية تنتهي يعني. لا، لازم يعرف، لازم حتى لو يعرف، كان المضار هتقع عليها لازم يعرف مضرة ايه، مضرة ما لازم نعرف. انت طالع زوجة رفع عليك، خليها زوجتك رفعت عليك انت قضية خلع، هل يصلح ان يقضي القاضي في غيابك وتفاجأ انك مخلوع من زوجتك؟ انت نفسك، انت نفسك. نعم. يعني اذا زوجتك انت ذهبت ورفعت عليك قضية خلع وقالت للمحامي لا تخبره، فانت فوجئت أن القاضي حكم عليك بالخلع وطردت من المنزل وجاء زوج آخر لها، هل ترضى بذلك؟ لا أرضى. طيب، لا ترضى لنفسك، لا ترضى لغيرك. السلام عليكم.